من فترة أبحث عن توقيت يكون التوقيت هذا أحرى بإجابة رب العالمين للدعوات فيه، يعني التوقيت هذا مناسب انك تدعي على الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى يستجيب لك فيه. آخر ساعة من يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل، في مواقيت كثيرة بين الله سبحانه وتعالى وعباده وخلقه. طحت لكم على توقيت أبا أفيدك فيه، شوف ممكن أن تحتاجها الآن وممكن ما تحتاجها الآن بس تحتاجها في قادم الأيام. خلي عندك في الملاحظات يا أخي، لو في يوم من الأيام ضاقت بك الدنيا، لو في يوم من الأيام ظلمت، لو في يوم من الأيام احتجت أنه يكون بينك وبين ربي خلوة أو مسألة، ترجع للملاحظات تعرف التوقيت هذا تدعي الله سبحانه وتعالى فيه. توقيت مستنبط من قصة علق عليها الإمام ابن باز وقال القصة مشهورة عند أهل العلم ورواها الإمام ابن القيم في كتابه في الجواب الكافي، وهي من الإسرائيليات التي هي صحيحة فيما معناها. ذكر أن فيه رجل تاجر وكان زاهد وكان عابد وكان معه شركاء يتجر بماله وبمال غيره، وتجارته ضربت الآفاق انتشرت. فكان خارج مرة من المرات في رحلة عمل رايح لتجارته، قابله قاطع طريق، قاطع الطريق ذا يبغى راسه. أول ما واجهه قال له ما معك فإني قاتلك. قال له ما تريد إلا دمي، شأنك والمال. أعطاه المال اللي عنده كله. قال المال لا، ما أريد إلا دمك. قال له إن أبيت فذرني أصلي 4 ركعات، يعني إذا أنت ناوي مرة ما لازم تقتلني خلني على الأقل أصلي 4 ركعات. فقال له قاطع الطريق ذا صل ما بدالك، صل 4 صل 8 ذبحك ذبحك. توضأ وصلى 4 ركعات، وفي 4 ركعات هذه في آخر سجدة قبل ما يسلم وهو ساجد دعا الله وقال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فرفع رأسه من السجود يبغى يسلم إلا في فارس مقبل على فرس وفي يده رمح، والرمح هذا واضعه بين أذنين الفرس، وناصي قاطع الطريق ذا فتنبه له قاطع الطريق فجاء عليه فهجم عليه الفارس وطعنه بالرمح هذه فقتله، وراح عند التاجر ومسكه وقال له قم. فقال له التاجر من أنت؟ بأبي أنت وأمي يوم أغاثني الله بك. فقال له أني ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت سمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت الله ثانيا فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت ثالثا فقيل دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله فقتلت. 4 ركعات وآخر سجدة دعائك بينك وبين ربك. يعني أنا ما ودي أن أقيد أحد بالنص يا ودود يا ذا العرش المجيد. ابن باز رحمة الله عليه يقول حديث طيب ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ودنا أن نأخذ بالنص بقدر ما نأخذ بالتوقيت، أن التوقيت هذا بعد 4 ركعات والسجدة الأخيرة هذه ودعائك بينك وبين ربي وطلبك لاحتياجك ومسألتك اللي بينك وبين ربي، إن شاء الله أن التوقيت هذا فيه أحرى لإجابة الدعوات. وإن أضفت عليها النص هذا يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، فابن باز رحمه الله يقول حديث طيب، ويذكر بعض أهل العلم استئناسا بمثل هذه القصة أو هذا الكلام يقول أن من توضأ ثم صلى 4 ركعات ثم دعا بمثل هذا الدعاء أجيبت دعوته كان مكروبا أو غير مكروب، حطه عندك الملاحظات ممكن تحتاجه في يوم من الأيام ضاقت عليك ألمتك الدنيا ولا شيء، ترجع له وتعرف التوقيت وتطلب من الله مسألتك واحتياجك.